صفر ولا واحد؟ اهلا بيكم في راديو ثانوي ام بي مي. تحب يكون معك صفر ولا يكون معك واحد؟ ايه صفر وايه واحد؟ يعني تخيل ان واحد بيفضل الصفر على ان يكون معاه واحد. لما الموضوع بيوصل لدرجة التقديرات او المستويات، فالواحد فينا حتى في حياته العملية يحب انه يكون صفر على انه يكون واحد في مجتمع فيه الاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والعشرة والعشرين، اللي هو بالنسبة له ان واحد مستوى قليل قوي، فبيفضل انه ما يكونش معاه خالص على انه يبقى معاه. للأسف المشكلة الكبيرة دي بتوع عندنا بالنسبة لموضوع المذاكرة. الناس عندنا في موضوع المذاكرة يبيض يسود، يعني اما مذاكر قوي يا اما ما ذاكرش خالص، لسوء تفاهم ما بين الطلبة وبين المواد. تلاقي واحد قاعد طول السنة ما بدأش. طب ما بدأتش ليه يا عم؟ ما اللي ذكر ذكر يا عم، انا مش هلحق يا عم، انا كذا كذا كذا، ويقعد يشكك في قدراته ويشكك في قدرات الناس حتى اللي بتنصحه. فدوم شفت الناس كانت بتعمل ايه، واحنا ساعة ما نشرنا التحدي الاولاني اذا كنا هنقدر نوقف التحدي ولا لا. ناس غريبة جدا في تفكيرها لما الموضوع بيوصل لحكاية التقديرات. تصور ان في طالب مش عايز يبقى مذاكر مذاكرة متوسطة، تديله مثلا نص الدرجة، بالنسبة له الصفر في المادة او يشيل المادة احسن عنده من انه يجيب متوسط في المادة. ده كل ما يجي يبدأ مذاكرة بيبقى فيه تفكيرين في دماغه. الفكرة الاولانية اللي بتيجي في دماغه هي انك لو بدأت دلوقتي مش هتلحق، فده بالنسبة لك تعب على الفاضي. ودي فكرة اثبتنا مع التحديات اليومية اللي احنا بنعملها انها خاطئة تماما. الانسان ممكن ينجز اي كمية من المادة العلمية لو بس فكر بطريقة صح، ولو عنده الرغبة الكافية في مذاكرة المادة دي. فانت لو بدأت دلوقتي تعبك مش هيروح حاضر على حاجة. وبالنسبة للمذاكرة فده عمل عقلي، مفيش فيه حاجة مضمونة. كلنا بنشوف الناس اللي واخدينها من اول السنة اخر السنة تحت وردم، وبيخش في الامتحان ما بيعملش اي حاجة خالص. بلاش تهم نفسك وبلاش توقف نفسك عند حد باستخفافك بعقلك. كفاية استخفاف بعقلك وبقدرتك. العقل البشري لو احنا استثمرناه صح، ايا كان العقل ايا كان التفكير، فهو قابل للتطوير، ومع الرغبة المستمرة فانت تقدر تحطم الصخر. رسالة دي مهمة لكل الناس اللي خايفين يبدأوا او عايزين يبدأوا بس خايفين لان تعبهم يروح حضر. مفيش تعب في المذاكرة بيروح حضر. المذاكرة قلنا وقف علم، العلم عندك في الكتاب، والوقت بيبدأ من اللحظة اللي انت تخلص فيها الفيديو ده. كل لحظة بالنسبة لك تقدر تقتنص فيها معلومة معينة. مفيش ضمانات على اي حد انه هيجيب الدرجة النهائية، ومفيش ضمانات على اي حد انه هيفشل. الفشل والنجاح ده بايدك انت، وانت اللي بتقدر تحركه على حسب مجهودك اللي انت بذلته في المادة العلمية. فكفاية تطنيش، كفاية تسويف، كفاية خوف من المجهول، كفاية خوف على تعبك انه يروح حضر. تعبك ما هو رايح حضر اهو. كون اصلا الوقت بيضيع منك وانت ما بتتحركش وانت ما بتعملش اي حاجة، فانت فعلا تعبك ضيع حضر. فتعب اهلك ضيع حضر، تعب الناس اللي حواليك ضيع حضر، تعب مدرسينك ضيع حضر، كل ده ضيع حضر. فانت خايف تهدر وقت في المذاكرة ومش خايف ان انت تهدر وقت في اللعب وعدم المذاكرة؟ بذلك سهلة وبسيطة جدا، وعندك القناة عندنا. عايز تشارك معنا في التحديات؟ اهلا وسهلا. عايز تكمل لوحدك؟ اكمل لوحدك، بس المهم ان انت تبدأ. طيب كويس، انا دلوقتي اتحمست زي الفل وخلاص انا هفتح الكتب وهاكل الكتب اكل. اللي بيحصل ان انت كأنك جعان جدا وفجأة فتحت لك مائدة من الجنة، فانت بتاخد حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا، ما بتركز على اكلة معينة، ومفيش ولا طعم بيثبت في دماغك لان انت مركز على ان انت تملى بطنك بس باي نوع من انواع الاكل. ده بالظبط اللي بيحصل في المذاكرة. الطالب بيبقى بعد ما بيتحفز وبيخش على المذاكرة بيخش جعان جدا عايز ياكل كل المواد، فتلاقيه خد من هنا سطرين ومن هنا صفحتين ومن هنا صفحة ومن هنا صفحة ومن هنا صفحة، عمل كوليكشن كده سمك ليمون طبر هندي مش عارف. في اخر اليوم جاي بص في الكوليكشن اللي عمله من كل مادة من المواد دي مش لاقي ولا معلومة في دماغه، وفجأة يجيله احباط اميل من الاول ان هو مش نافع خالص، وده بيأكد له ان هو فعلا اللي هيعمله ده اهدر للوقت بتاعه. اهم خطوة في حياتك بعد ما تتحفز من المذاكرة ان انت تذاكر بنظام. الانظمة احنا عندنا عاملين نظام معين للمذاكرة، مذاكرة التحديات، بناخد جزئية من كل مادة يوميا على حسب التحديات. في نظام للمذاكرة هينظم لك الوقت بتاعك بحيث ان انت توزع وقت ثابت لكل مادة، تخصص وقت معين لكل مادة او صفحات معينة من كل مادة. انت مش قليل، دماغك مش قليل، وقادر على صنع المعجزات وقادر عليها قبلك. المذاكرة كلها ما هي الا عمل عقلي. تستثمر شوية وقت في معلومات،
انك بتشتغل بتقرا بتنجز بتروح الامتحان بتحط اللي انت اشتغلت عليه في الوقت بتاعك في الفترة اللي فاتت دي. وهي مش اكتر من كده ومش اصعب من كده. المجتمع بوخها بوظها وهولها وكبرها وعمل منها بروباجندا على الفاضي، لكن انت بعد ما عرفت لازم انت تتحرك صح ولازم انت تشتغل صح. فنرجو من الشباب ان تشاروه مع كل الناس على الفيسبوك على تويتر على انستجرام على اي حتة تقدر تشار فيها الفيديو ده، لانه مهم جدا في الفترة دي. وابقى عملوا لايك، ولو في اي مشكلة بسيبوها في الكومنت تحت، واشتركوا في القناة، لو اللي مشترك يبقى فعل زر التنبيهات عشان اول ما ينزل حاجة جديدة توصلوا بالتأكيد عشان السلسلة دي. وحتى مع هذا العلم القادم ابقوا على علم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.